لما دائما بالبدايه الاولى كانت في رهبه طبعا لما اقف امام القماش، ما كنت بعرف الادوات تبعي اللي بدي كيف تنطرا كيف تصل. في شيء قال كيف بنسميه انه هربان من ايدك، يعني اشبه بالسراب، يعني بالسراب او بالضباب يعني. بس مع فعل الميران والشغل والعمل اليومي يعني صارت الامور سهله، يعني اسهل مما واحد يصدقها. يعني ممكن بنجز بالعمل اليوم، ممكن كروكي بنجز شيء 6 اعمال 7 اعمال، بتحكي عن مقاسات ضخمه تبع مترين 170 سنتي او اكثر، اشبه بمجرى المياه لما بيخرج من الينابيع، يعني رقراق يمشي مع طبيعه الاشياء. ما في تكلف، ما في اصطناعه للحدث، يعني ياتي بسهوله يعني. وخاصه انه انا اختصيت بايجاد التشخيص بالكائن، بمعنى انا ما اشتغلت عمل تجريدي مثلا. العمل التجريدي هو مجرد الوان وخطوط، يعني ما في تشخيص. يعني التشخيص هو اساسي، لانه يعني اولا الدماغ بيتحرك يعني بشكل حثيثي للامام، يعني بيترك ال يعني هذا فكره الدعابه والاشياء، يعني هاي الخلطات تبع قراءه الفنجان والحظ وما حظ. انا اعتبر الفن التجريدي بمجمله طبعا الا ما ندر، يعني له علاقه بالحظ او بامزجه يعني الروك اند رول مثلا، او بفن الصدفه او فن الحدث. انا ما بحب هيك، يعني بحب اني بشتغل على عمل يعني له موازينه، يعني وانا موازيني الاساسيه باللوحه هي الخط واللون. يعني فمسرحي هو دائما بشوف الاشخاص، دائما هي اقرب الى يعني ذكوريه مثلا. طبعا ممكن نظرة العيون الى عموما، هي العيون دائما انا بلونها باللون الازرق او التركواز، يعني بحب اللون هذا، يعني بسوي كونتراست يعني مع الاشياء. ممكن اشخاص ذكوريه اغلبيتهم اصحاب لحى او شوارب، يعني مع انه انا شخصيا ما ربي شوارب يعني شارب بحياتي ولا لحيه يعني، بس مش مهم هذا. يعني ما بالضروره الاشياء اللي انا بحبها شخصيا على نفسي اني والله بنفذها على اللوحه نفسها، يعني لا. في اشخاص تحس انه هن يعني بطبيعتهم بالكاريزما تبعهم بوجودهم في ابهه، يعني هاي الابهه من الله، يعني موجوده كهبه من الله. يعني فانا اعتبر الاشخاص اللي رسمتهم هن اشبه بهبه من الله، يعني الذي ارغبه رسمته، يعني الذي رغبته انه ما كان موؤود هو بالاساس او غير موجود، يعني وجد او ولد، يعني ولد بخطي، ولد بلوني، ولد بالتفاصيل التي انا احيتها فيه، يعني من تفاصيل العين والحواجب والشعر، طول الجمجمه، الجسد، العمود الفقري، بعدين التفاصيل تبعه، وبعدين يعني بعضهم ارحم فيهم حقيقه، انا اسوي لهم رحمه. يعني بعض يعني بعضهم عنده المرض النرجسي والتمرد، يعني بضع فيها الحاله يعني، وبعضهم يعني بتركهم هيك يعني عذارة، يعني في الفيافي في الربع الخالي، يعني من يتزوجهن من يحبهن مثلا كان شاب أو فتاة. بعضهم وضع فيهم الأمراض العقوق، يعني عقوق حياتية بفعل حوادث السير أو بفعل الأمراض السارية من كورونا وسارس إلى آخره، أضع لهم كمامات. أو بعضهم عندهم إعاقة جينية، يعني هن ولدوا يعني من بطن أمهاتهم، يعني ذو عقوق جيني. وانا حقيقه بالواقع المعاش انا لا اتحمل يعني طفل مريض، يعني الطفل حتى لو كان عنده قصر نظر، يعني تصور ولابس نظار وعمره 2 3 سنين، انا اكاد اجن. وانا لا اتحمل على الاطلاق حتى لما اكون في مقهى او في شارع ارى طفل يعاش يعني عنده مرض التوحد او المنغولي. انا هذا اكثر شيء يعني يؤلمني ويقتلني، يعني لانه انا اعتبر الطفل لازم ياخذ يعني المدى الشرعي لوجوده بالحياه، يعني كصحه طبعا. هلا اذا مرض انه بعمر 30 40 بحادث سير بحادث كذا، قضاء وقدر مش مشكله، بس انه يولد بالاساس على الكره الارضيه وهو اعمى مثلا، يولد على الكره الارضيه بالاساس وهو مشلول، هاي كارثه عظمى. هاي الكارثه انا صعب اتحملها، لا أستطيع أن أراها ولا أستطيع أن أتكلم فيها. الآن إذا أتكلم فيها أتوجع، وأنا يعني خارج دائرة.